السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير انتم كتشاهدوا هذا الفيديو. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على سباغيتي اللي غادي نديروها بواحد لاصوص ديال الباربا بحال هكا، وطريقة جديدة وكتجي بنينة وكتجي لذيذة بدون مواد حافظة. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشاركوا في القناة. اللي ما مشاركش في القناة وباقين جداد على القناة شاركوا في القناة باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. واللي قدام على القناة راه كنقول لكم شكرا والف شكرا للدعم ديالكم. هنا غادي نقطع الباربة، غادي نديرها هكا طريفات صغار، واحد جوج حبات ديال الباربة صغار، وكندير واحد الكميه قليله ديال الماء، واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء، لانني انا قطعتها رقيقه ما كتطلبش طياب بزاف. 10 دقائق راها كتكون موجوده على عافيه مهيله. وجربوها وردوا عليا في التعاليق، راه كتجي بنينه وكتجي لذيذه. هنا غادي نحطها فوق العافيه مهيله نخليها طيب. غادي نجيب واحد جوج حبات ديال الطماطم، وحنا عندنا هنا الماء ديال السباغيتي راه كيطيب باش غادي نوجدوا السباغيتي. صافي كنقي مطيشه هكا، انا هنا درت جوج حبات كبار، الا كانت مطيشه صغيره راه كديروا ثلاثه الحبات او اربعه. وكنستمروا عليها بحال هكا حتى كننقيوها. صافي غادي نقطعها كطريفات باش غادي نطحنها، نجدها كنقطعوها كطرف. كنشوفوا مطيشه اللي كتكون شويه مهبره راه كتجي بنينه وكتجي لذيذه وكتجي ملبيه في الطياب. ودابا تبارك الله الوقت ديال المطيشه راه كتجي في هذا الوقت كتكون موجوده. صافي غادي نديرها هنايا في الكاس ديال العصاره وغادي نطحنها. كنطحنها مزيان. صافي بعد ما نطحنها غادي نجيب واحد الكاسرون هنايا وغادي نخويها في الكاسرون طيب. هنا كنجيب واحد الفص ديال الثوم وكنهرسو، صافي غادي نبدا نتبل. الثومة ديالنا هرسناها، غادي نتبل. هنا كنملح حسب الذوق، وغادي ندير هنايا عرس المعلقة ديال الكمون ما تنقويش، عرس المعلقة ديال الابزار او الفلفل الاسود. انا عندي هنايا البيض والتحميره كندير واحد او البابريكا كندير معلقه كامله لان كتنسمها. صافي السكينجبير كندير نص معلقه تقريبا، نص معلقه صغيره. وغادي نجيب الزيت، انا هنا درت زيت نباتيه، كندير الزيت البلديه حتى الاخر. هنا كندير واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت النباتيه باش كنطيب هاد لاصوص. صافي وكنحطو يطيب. يعني ما كنديروش فيه مطيشه الحك، ما كنديروش فيه بحال هكا او دوك الضامات او هذا. كديري هذه اكله صحيه ما فيهاش مواد حافظه. صافي حنا كنخليوها هكا كطيب حتى كتبخ المطيشه ديالنا مزيان وكتشرب وكتختار. هنا غادي ناخذ واحد البرمه بعد ما بحال هكا، واحد الطنجره او برمه بعد ما طاب الماء. كنجيب واحد الفص ديال الثوم، انا كنهرسو باش كيعطي النسمه مزيان. ما بغيتوش تكون فيه مجهده الثومه، غير لوحوا داك الفص ديال الثوم لوحوا هكا كصين. انا كتعجبني النسمه ديال الثومه.
وكنجيب الملح كنملح صافي، وكنجيب السباغيتي ديالنا كنحطها طيب. وغادي ندير فيها الزيت، غادي نمشي ناخذ الزيت باش ندير فيها واحد 4 معالق ديال الزيت النباتيه. صافي كنخليها تنزل بحال هكا، كنبقى مره مره وتنحركها وهي كتنزل، ولكن حنا كنجهدوا عليها العافيه، كنديروا العافيه متوسطه ما كنديروش العافيه ناقصه باش ما تعجنش لينا السباغيتي ديالنا. وافضل تاخذوا النوعيه اللي تكون جيده. هيا لاصوص ديالنا طاب وجد. هنايا تقدروا ديروها بالكفته او تقدروا ديروها ب يعني باش ما بغيتوا ديروها. انا هنا ما غاديش ندير لها الكفته، غادي ندير غير بالتونه. وغادي نحرك هكا، كنحركها وكنحضي معاها والعافيه مجهده. صافي بعد ما طاب لينا لاصوص ديالنا وطحنا هذيك الباربه، غادي ندير هنايا واحد 3 معالق ديال الباربه، راه كتجي بنينه. كنحركها مزيان. صافي ها لاصوص ديالنا موجود بلا ما نديرو فيها مطيشه الحك او نديرو فيها مواد حافظه. صافي غادي نوجد الطبق ديالنا، الطبق ديالنا وجد. حنا هنا زيناه بالتونه بشويه القزبر والمعدنوس. صافي الطبق ديالنا موجود. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا لايك. اللي مشارك في القناه ما ينساش يدير لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. واللي جداد على القناه ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.